قبل المرور إلى التفاصيل، لا تنسى عزيزي المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول. مع التفاصيل: زيادات مفاجئة في أسعار تذاكر النقل الحضري تصدم سكان طنجة وضواحيها. فرضت شركة أرزا الإسبانية المكلفة بتدبير خدمات النقل الحضري بطنجة زيادات مفاجئة في أثمنة خدماتها في خطوة صادمة لأهالي المدينة الذين كانوا ينتظرون التزام الشركة ببنود دفتر التحملات الذي يلزمها بتخفيض أسعار التذاكر وليس العكس. وشرعت الشركة الإسبانية التي تحتكر مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات منذ سنة 2013 اعتبارا من اليوم الاثنين في تطبيق أثمنة جديدة نظير خدمات خطوطها الحضرية وشبه الحضرية، إذ تراوحت الزيادة المطبقة بأكثر من 14%. وهكذا انتقل سعر تذاكر الخطوط الحضرية من 3.5 دراهم إلى 4 دراهم، بينما تزايدت أثمنة تذاكر الخطوط شبه الحضرية التي تربط وسط مدينة طنجة بعدد من الجماعات المجاورة بمعدل درهم واحد حسب منشور للشركة.